بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة ودي أصرخ صراحة من القهر، قاعد أكلمكم الآن الساعة 6 صباح الأحد، عودة الدراسة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شوف كيف بس الخصوم. بنشوف هذه المباريات، بتعرفون خلاص ليش كرهت كلاش رويال تماماً. أعطيت هذه اللعبة أكثر من فرصة بالموسم هذا. الحين هذه المباراة توقعت أنها لوك بيت، البدايات كانت مرة زي لوك بيت. الحين لازم ألعب كيكا ضد الفالكري، ما فيها كلام. أن ما كان ودي ألعب الأسهم بس أغلط، المفروض إني لاعب الأسهم. شايفين كيف الجرجرة كيف خلص على البيكا؟ بكل بساطة زي كذا، حاجة تقهر. طبعا صار وصاروخ، ما هو سهل الكلام. الحين الحمد لله ذلك على الأميرة، أنا انصدمت، حسبته خلاص استسلم بس طلع محترم. واضح إنه من أمريكا شكله، تيد بير اسم ال من اليابان. أوكي غريب. بعد ما تخلص من هذه يجي لك تسلا وإعصار، نفس الشيء، إعصار وبعده إعصار. هذا اللي شوف كيف، إعصار كرة نار وتسلا، هذا اللي قتلني بهذه اللعبة. هذا اللي يجننك مع الوقت، خلاص تطفش، تفقد الأمل، تنغث من جد. وزاد على كذا أنا طلعت من اللعبة أصلا ورجعت، لقيت المباراة بادية. بس يلا أصلا ما تفرق، لأنه الخصم مضاد شو يسمونها، فول كاونتر. ايوه مضاد كامل. شوف كيف كملت ايضا بعصار، خلصنا من تسلا يجيك عصار. وهذه حكاية هذه المباراة باختصار. كيف تسلا حتى قتلت البيكا وكملت مع العملاق، هذا اللي مرة يعني تو ماتش والله. المباني تسلا بالذات وبرج النار بالذات، اصلا شيء عادي انه برج النار، بس اللي زود الوضع انه تسلا بعد صارت زي برج النار. لعبة تقهر من جد، لعبة تقهر من جد طبعا. لكن لا تصدق انها زي برج النار بالضبط، لانه في فروقات شوي. برج النار طبعا اقوى، الحين ضد برق وضد ساحر كهربائي. بنشوف كيف هذه المباراة، ولو انها كل مباراة معاناة. شوفوا كلهم كلاب يقعدون ينتظروني. هذا الغثيث بالمباراة، الصياد، صياد السمك طبعا. أغث شيء بالحياة، أغث شيء بهذه المباراة. أنا ألعب سوم، شايفين كيف الكلب. طبعا من اول، من بدايه مباراته انا والله ودي افوز عشان اضحك، انه من جد يقهر، من جد يقهر. هذه تشكيلته، ولا بدا المباراه ولا لعب اي شيء بالبدايه، الى الان ينتظرني العب عشان هو يلعب. بابا
الحمد لله انا ما اضرب البرد، بس هنا الورطة. طبعا ميجا نايت ما توقعت. لعبة كريهة كل معنى الكلمة. قال احسنت، طبعا قلت له احسنت، قلت له شكرا وكل شيء، لكن الخصم تشكيلته كريهة وضيعة من كندا. كندا بلد محترمين بس تشكيلة جدا جدا كريهة. 4-0 ما فيه هجوم. خلصنا من هذا ولا يجيك صفة هذه بيكا تسلا بيكا تسلا بيكا ميجا نايت مدري ايش تتكرر معانا. هنا بيكا تسلا ما يحتاج نشرح لكم، واضح الكلام، واضح انه مستحيل انت عملاق وتقابل بيكا. اصلا الوضع مرة صح، فما بالك بيكا تسلا. هذه المباراة اللي ما ادري كيف ميجا نايت وغلم طبعا قدر يضبط الموضوع لانه الباقي بطايق خفيفة. طبعا توني مخلص من بيكا تسلا من الهزيمة ذيك، وجاي مرة 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 معصب من جد. رحت لأنه قتلت هذه البامة الفقاعات، بس تفاجأنا أنه أيضا في ساحرة. فالمباراة ما هي سهلة من البداية، لكن عملاق رهيب رهيب رهيب. لما تلعب السم خصمك خاصة من يلعب بيكون معاه هذه البطايق بيحتار، ما يقدر يلعب بخفافيش ولا يقدر، لدام السم موجود ما يقدر يسوي أي شيء من البطايق الخفيفة هذه. لعبت السياف على عصابي، يلا أهم شيء ننقذ البيكا لأنه حرام السحرة تموت البيكا بالطريقة هذه. شايفين والله صدمة من جد. ميجا نايت غلم وميجا نايت، ايش الاشكال هذه اللي يجوني؟ بس هنا خلاص جاب التعادل. ما اعرف كيف ما جاب التعادل. الصاعق ضعفه او شيء والله ما ادري. معقولة كان الصاعق يشيل 100 تقريبا 100، الآن ضربة الصاعق بس تشيل 50 أظن اللي شفته تو. نبدأ بالغثيثين هذول الآن. صياد السمك مرة كريه، خاصة إذا تلعب عملاق خلاص ينهي هجومك تماما. شوفوا كيف الكلب، شايفين كيف الكلب لعبت بجهة ويجي يلعب بجهة ينتظرونك متى تلعب أساس يلعبون الجهة الثانية. دائما كثيرين زي كذا. لعبة كريهة من جد. هذه حكاية هذه المباراة. زين انه يعني نشوف المباريات بالتسجيل. هذا طبعا هجم بالجهة الثانية باختصار، يعني لعب غلم وهجم الجهة الثانية برابرة، لكن أظن ما لعب المراية. شوفوا كيف حتى العلم أو الراية حط غلم بيكا ميجا نايت. مرة صدمني. ما صدقت أصلا جبت التعادل، بس يا فرحة ما تمت.
مجانين، مجانين البرابره، مجانين جدا البرابره. الخصم كملها بعد بالتعبير، ف هذه ما يحتاج نشوفها. اظن يعني اخذنا فكره. هذه بعد هذه مباراه تقريبا، يعني لو نقدر نقول مستحيلة، ممكن نقول مستحيلة. شوفوا كيف كلهم زي كذا ما يلعبون بالبداية، ما أعرف ليش. شوفوا كيف كان يقدر يلعب عملاق كهربائي هذا الكري اللعين. شايفين ألعب منطاد وقابل ساحر كهرب وساحر عادي، ساحرين مع برق. كيف ممكن يعني يوصل يعني هجومي؟ ما أعرف. لعبة كريهة من جد. هنا غلط لأنه كان يمديني ألعب ساحر كهرب. ما انتبهت إنه رجع لي ساحر كهرب وتورطت. الآن ابلع. شايفين كيف اللعبة كلبة؟ شايفين كيف اللعبة النظام اللعبة وسخ؟ بعد ساحرة عشان تكمل. شيء يقهر، شيء مرة يقهر. إيش هذا؟ وكل هذا ولا بدأ المباراة. طبعا ودي أفوز عليه، ودي أضحك من جد. هذا الخصم بالذات ودي أجلده عشان أضحك. لكن مع الأسف أظن، ومتأكد أصلا ناسي أنا فزت ولا لا، أظن إني رايح خسارة. الله 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 الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هجمة أسطورية، هجمة أسطورية بالأخير. شايفين كيف؟ شايفين كيف الملاعين؟ شايفين كيف المجرمين؟ خير أستراليا. أنا ما واضح من اسمه، أوس معناه أستراليا. كم معدل الإكسير على فكرة؟ 5.4. شايفين كيف اللعبة؟ ما أعرف أكمل بهذه التشكيلة أو أرجع لتشكيلة العملاق أو هذه التشكيلة مثلا. بشوف بعد شوي. إلى اللقاء والسلام عليكم. بكمل على هذا النظام مباريات تسجيل أحسن، نختصر الموضوع. إلى اللقاء.